لشناشيل بغداد نكهام من نوع خاص تعيد المتجول في الأحياء القديمة إلى القصص والحكاية التي تناقلتها الأجيال. وتعد الشناشيل من أهم المعالم الفولكلورية البغدادية، وهي تمثل الشاهد على جميع التحولات الاجتماعية والحضارية التي مر بها العراق، وما زال بعضها يقاوم الزمن ويطاول ببهائه التطور العمراني. الشناشيل عبارة عن تصاميم هندسية معمارية من الخشب ومزينة بأنواع من الزجاج الملون، إضافة إلى استخدام بعض الأشياء الحديدية في تركيبها. أنا مجال عملي في مكان أزقة بغداد القديمة، وهاي الأزقة غنية بهذه اللي نتحدث عنها اللي هي الشناشير والعمارة البغدادية، بس مع الأسف هاي الفترة اضمحلت هاي الأمور وانهدمت بسبب إحمال الحكومة وأصحاب هذه الدور في صيانة هذه الشناشير. الشناشير قديمة، يعني قبل أن تدخل القوات أو الاحتلال البريطاني 1917، ودخلت عن طريق الدولة العثمانية الشناشيرين. هاي الشناشير موجودة في تركيا، وطوروها البغداديين حسب طبيعة الجو والبيئة اللي هم يعيشون بها. هذا الاسلوب البناء كان به ثقافه، هسه صارت ثقافته العولمه. هذا البناء يحتاج مساحه، هسه البيوت صارت كلها 30 و40 و50 متر، والناس قامت تفكر بالمال اكثر من الشكل وصيانه التاريخ. البناء القديم يختلف عن البناء الجديد. قاموا كانوا يبنون زمن اليهود والاتراك، يختلف البناء عن هالشيء، يضبطون البناء والهندسه غير شكل. هسه ما يسوون هالشيء، ذاك بيتعب، هذولاك اللي يسوون ماتوا. هسه هذول ما يقدرون يسوون مثل هذا، هذا راد له وقت، راد له فلوس.